فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، في البداية الإخوة أفسحوا لإخوانكم، هذه آخر جمعة قبل بداية الدراسة، فأفسحوا حتى يتسع المجال الآخرين، اللي بجواره متسع يفسح لأخيه، يعني حتى لا يتخطى أحد رقاب المصلين، جزاكم الله خيرا. وتكون هذه سنة إخوة ثابتة، الأول فالأول، يعني نتزاحم ونفسح مجال لإخواننا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالمسجد دائما ممتلئ، طابق الأسفل والطابق الأعلى، ربنا يزيد ويبارك ويوسع علينا وعليكم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين، حتى لا يتخطى أحد الرقاب، ونأثم جميعا دائما نسد هذه الفراغات. في البداية، كل عام وأنتم بخير، وعام هجري جديد، وعلى عملنا وإياكم شهيد، فاستبقوا الخيرات. كل سنة وأنتم طيبين. اليوم هو آخر يوم في السنة الهجرية 1440، النهاردة 29 من شهر ذي الحجة، غدا إن شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم، هو غرة، يعني أول شهر المحرم لعام هجري جديد 1441. كل سنة وأنتم طيبين، والحمد لله على عودة حجاج بيت الله الحرام سالمين، ما شاء الله عادوا سالمين مستنيرين، يعني أضاء المسجد بحضورهم، أسأل الله أن يغفر ذنبهم وأن يستر عيبهم، وأن يجعل حجهم مقبولا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يرزقنا جميعا العام القادم حج بيته الحرام. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، نظرات في الهجرة، هذا هو حديثنا اليوم، نظرات في الهجرة، لكل مقام مقال. نحن اليوم في نهاية عام وبداية عام، أسأل الله أن يغفر ما مضى وأن يوفقنا فيما بقى، اللهم أمين يا رب العالمين. دائما المسلم هكذا، النهاردة سنة هجرية تنتهي، وتبدأ غدا سنة هجرية جديدة، عام انقضى من عمري ومن عمرك، ربح فيه من ربح، أسأل الله أن نكون من الرابحين، وأن يجنبنا وإياكم الخسران المبين. وقفة كده تعمل بس يعني just remind us، ها إيه اللي بيحصل، سنة خلصت وبتبدأ سنة جديدة. نظرات في هذه السنة، نظرات في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الهجرة، ومتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر. معاني كثيرة تتزاحم، لكن هي دقائق احتراما لوقت حضراتكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيهاجر من مكة إلى المدينة من قبل أن يصير نبيا، يعني قبل أن يبعث ويكلف بالرسالة، كان عنده علم أنه سوف يترك مكة ويهاجر منها صلى الله عليه وسلم. كيف؟ فاكرين حضرتكم، أنتم ما شاء الله متذكرين، لما نزل جبريل أمين الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وضم النبي ثلاث ضمات، حتى خشي النبي على نفسه وعاد إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وقال لها زمليني ودثريني، لقد خشيت على نفسي. فأخذته خديجة كما تعلمون إلى ابن عم لها كان على دين التوحيد وعلى النصرانية الحق وعلى بقايا دين إبراهيم، فالدين واحد وإن اختلفت المسميات، الدين واحد، ما جاء به إبراهيم هو ما جاء به موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل.
ذهبت خديجة إلى ابن عم لها اسم ورقة بن نوفل، مش كده؟ فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر إن الذي نزل عليك اليوم هو الناموس، يعني الوحي، يعني الملاك الذي نزل على موسى من قبل، وأنك ستكون، يعني لسه ما كانش، ستكون نبيا لهذه الأمة، وسوف يخرجك قومك، حتهاجر، وسوف يخرجك قومك. فقال النبي أو مخرجيهم؟ قال نعم. قالوا طب ليه؟ ده أنا الصادق الأمين وبيحترموني وبيحبوني وأنا معهم يعني حاجة جميلة جدا. ما تنساش من سنتين ثلاثة عملنا خطبة اسمها محمد ابن عبد الله ومحمد رسول الله مقارنة، في عندنا اثنين محمد، واحد ودي مهمة جدا، واحد اسمه محمد ابن عبد الله، ده كان من سن يوم لحد 40 سنة. كان ايه اخبار محمد بن عبد الله؟ كان الصادق الامين وبيحبه وبيحترمه وشارينه على دماغهم من فوق، وابن حلال ومؤدب ومحترم. من سن 40 لحد 63 بقى اسمه محمد ايه؟ محمد رسول الله. كل حاجة اتغيرت، بقى الكذاب الاشر، بقى ساحر، بقى مجنون. الله الله، ايه اللي حصل؟ ما هو هو. لا مش هو هو، الاولاني محمد العابد، الأول محمد الصالح، الأول محمد بن عبد الله. طب والتاني مين حضرتك؟ لا، التاني محمد المصلح. هو في فرق بين الصالح والمصلح؟ آه طبعا، الصالح ده الرجل اللي بيصلي في الصف الأول وبيعبد ربنا وبصوم اثنين وخميس وبيطلع صدقات، اسمه ايه؟ صالح، محدش بيعمل له مشاكل. امال المشاكل مع مين؟ مع المصلح. مين المصلح؟ اللي بيحاول يغير المجتمع. اول ما تبدا تغير الناس من حولك الكل يعمل لك ايه؟ يقف لك بالمرصاد. ده ما ينفعش. ايه مشكله سيدنا لوط؟ قالوا اخرجوهم من قريتكم، ليه؟ انهم اناس يتطهرون، يعني يدعون الناس الى الطهر. ما ينفعش تعيش في وسط مجتمع فيه نجاسه وتدعو الناس الى الطهر، لازم تطلع برا المجتمع. ها، فعشان كده اخرجوه. يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان محمد الصالح، كان محترم. محمد المصلح؟ لا. محمد العابد؟ اتسوكي، اعبد ربنا. محمد العالم؟ لا، ما ينفعش. محمد ابن عبد الله؟ اتسوكي، تمشي. محمد رسول الله؟ لا، ما ينفعش. فخلي بالك، لو لقيت نفسك ماشي في الدنيا وما فيش امامك عقبات يبقى انت عابد، دي مهمة جدا، يبقى انت صالح، ما عندكش عقبات. ساعة ما تجيلك عقبات وابتلاءات وامتحانات يبقى انت مصلح. وعشان كده حبيبنا النبي صلى عليه قال اوعى تفضل صالح، امال ايه؟ قال خليك مصلح. طب ازاي؟ قال ان الذي يخالط الناس، ها، فلما تخالط الناس يحصل لك ايه من الناس؟ يحصل لك مشاكل. ان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اسمه مصلح، خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ما تقولش أنا خلاص أنا في حالي، ومن البيت للمسجد ومن المسجد للشغل. طب حضرتك مين يغير؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فأوعى تغتر بالصالحين، احنا أهم حاجة نكون من المصلحين. عشان كده ربنا بيقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحين، يبقى النبي عرف من الأول، قال له هتخرج؟ قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. قال لما؟ قال له ما أنت هتبقى مصلح، كنت صالح، هتبقى إنسان مصلح للمجتمع. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا أوذي وأخرج. رسالة لكل الشرفاء، ورسالة لكل المطاردين، ورسالة للمظلومين. حسبكم أنكم على سيرة رسول الله تسيرون، وعلى نهج رسول الله تقتفون. هذا هو طريقكم، هذا هو طريق المصلحين، طريق فيه أشواك وفيه إيه؟ وفيه عقبات. وجنازل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه بقى في سورة الأنفال؟ يعرفوا أن في هجرة سوف تأتي. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني اعتقلوك، الإثبات والاعتقال، السجن، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاث اختيارات، في ثلاث اختيارات أمام الإنسان المصلح، إما السجن
وإما القتل وإما الإخراج. مش عاوزينك عندنا حاجة من دول. اطلع يا إما تدخل السجن يا تقتل يا تطلع برا. ربنا بيقول كده للنبي: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. دي اسمها إيه يا جماعة؟ هذه إرادة أهل الضلال، هذه إرادة الظالمين، هذه إرادة المجرمين. بس ربنا حيسيبها لهم كده؟ أبدا والله. طب كمل الآية بقى كده، شوف إرادة السماء، انظر إلى إرادة العدالة، انظر إلى إرادة الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم حيمكروا لكن ربنا سبحانه وتعالى موجود، ربنا سبحانه وتعالى قادر، ربنا سبحانه وتعالى عارف. فأم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة وينظر إليها ويقول: تعلمين يا مكة أنك أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هو النبي بيحب وطنه، قلت لكم زمان هناك من يحب وطنه ويدفع الثمن، وهناك من يحب وطنه وإيه ويأخذ الثمن. وضربت لكم مثال الناس الأحرار المظلومين المشردين المطاردين المسجونين اللي قتلوا، حبوا بلادهم ودفعوا الإيه؟ دفعوا الثمن من أموالهم ومن حريتهم ومن بيوتهم ومن كرامتهم ومن وظائفهم. طب والجماعة الراقصين والطبلين والكذابين والفنانين والإعلاميين عملوا، حبوا البلد كمان لكن قبضوا الإيه؟ قبضوا الثمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب مكة ودفع الثمن. واللي مكة وطلعي: تعلمين يا مكة أنك أحب بلاد الله إلى قلبي، لكن أخرجوني، ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. لسان حال النبي، يعني أنا أتخيل لسان حال النبي، هو يتعجب لماذا أخرجوني، هو يتعجب لماذا أخرجوني وأنا دعوة إبراهيم وتأمين إسماعيل. فاكرين لما سيدنا إبراهيم بنى البيت؟ فاكرين ولا نسيته؟ لما بنى البيت وخلصه إسماعيل، عمل إيه إبراهيم يا جماعة؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، دعاء كبير، فخر الدعاء عليه. ربنا إبراهيم يدعو إسماعيل وليه آمين، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. النبي دعوة إبراهيم. فالنبي هو خارج من مكة كأنه بيكلم نفسه، ده استشعاري أنا، وقول كيف وأنا دعوة إبراهيم وتأمين إسماعيل وقد استجاب الله. عارفين النبي جه بعد كم سنة من إبراهيم؟ 1400 سنة، 14 قرن. المسافة اللي بين النبي وإبراهيم زي المسافة اللي بيننا إحنا والنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي يقول بعد كل ده يخرجوني؟ طب ليه النبي يقول كده؟ طب ليه أخرج؟ يعني لماذا جئت لأحق الحق وأبطل الباطل؟ لماذا أخرج؟ يجي نازل القرآن على النبي يثبته بقى وطمنه وقول له إيه في آخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هترجع يوم تاني إيه لمكة وترجع فاتح، وزي ما يقولوا في لطائف التفسير الآية دي من 8 كلمات، والنبي فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد سنة 8، دخل مكة فاتح وهو خارج من مكة ينزل عليه القرآن الكريم. ربنا ما بيسيبوش. إن الله يدافع عن مين يا جماعة؟ عن الذين آمنوا. ينزل القرآن على النبي يقول له إيه؟ وقل ربي، ما تطلعش زعلان، اوعى تزعل، وقل ربي ها أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. المفسرين يقولوا إيه؟ ربي أدخلني مدخل صدق، يعني وصلني المدينة بسلام، وأخرجني مخرج صدق، أخرجني من مكة بسلام، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني لما أذهب إلى المدينة أجد هناك أنصارا وأعوانا غير مكان أهل مكة. دي معنى الدعوة: أدخلني مدخل صدق وإيه؟ وأخرجني مخرج صدق من مكة بأمان وسلام ومحدش يمسك النبي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكان.
وكان خرج النبي سالما رغم ما حدث، ووقفوا على باب البيت وعلى الغار، وسرق ابن مالك، خرج النبي سالما ووصل المدينة سالما، واستقبلوه بالترحاب واستقبلوه بالبشريات، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا ببيوتهم وأولادهم وأماكنهم وثمارهم، وشاركوا الأصحاب وشاركوا الأنصار وشاركوا المهاجرين وأعطوهم من الخير الكثير، استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزى الله الأنصار خيرا. وصلوات الله على من سمهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم يحبون من هاجر إليهم، يا سلام، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهي كمان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك النبي لما مات دفن فين؟ دفن في المدينة، لم يدفن في مكة. ليه؟ ليه يا رجل يا طيب؟ إن أرضا، اسمع دي، إن أرضا احتضنت الإسلام فوق ظهرها حق لها أن تحتضن النبي الإسلامي فين؟ في بطنها. ليه مستكتر عليهم حضرتك كده يعني؟ ما هو ما هو أهل مكة كانوا عاوزين ياخدوا النبي لما مات، فالأنصار قالوا لا والله ما يحصل، تطفشوه وتضربوه وتهجروه ولما يموت تاخدوه بأي حق. ودي بتحصل في بلادنا، يعذبوا الناس ويظلموا الناس ويسجنوهم. لا يا أخي والله يموتوا برا بلادهم أحسن. ولا أتعجب من الناس المظلومين اللي هم يعيشوا مغتربين مشردين مطاردين، ويكتب في وصيته لما نموت رجعني البلد. ترجع لها ليه؟ دي مش اللي انا بقوله ده وطنيه، خلي بالك، ترجع لها. بالعكس، انت لما تندفن بره بلدك احسن لك واكسب لك. اكسب لي ازاي؟ اجر. الارض كلها ارض مين؟ وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بالعكس، انت لما بتموت بره بلدك، حديث صحيح رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا مات بعيدا عن بلده قيس له، يعملوا مسافة كده، قيس له من مكان مولده إلى مكان موته في الجنة. كل دي مساحة. ما أنت تركت بلدك ليه؟ وهجرت ليه؟ وسبتها ليه؟ فالأنصار لما استقبلوا النبي، دفن النبي عندهم، إن أرضا احتضنت الإسلام على ظهرها حق لها أن تحتضن رفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطنها. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، ضحى، وكان بإمكانه لو أراد أن يكون. اجتمع له المشركون وقالوا: يا محمد، كنت تريد مالا جمعنا لك المال فصرت أغنانا، إن كنت تريد سيادة سودناك علينا، تبقى أنت الرئيس، بس رئيس شكله خلاص، إن كنت تريد حكما لا نقطع أمرا إلا بالرجوع إليك، تبقى أنت المختار بتاعنا، المرجعية بتاعتنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. الثبات على المبدأ وعلى الحق والتضحية من أجل أن أترك هذا الأمر ما تركت. خلي عندك مبدأ، خليك ثابت على الحق، مش يعني مرة يمين ومرة شمال. لا لا لا، صاحب الحق يثبت على الحق حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة الدنيا لا تطول، النبي شتان بين خروجه ودخوله، قلت لك 8 سنوات فقط، 8 سنوات فقط، خرج يبكي، دخل فاتحا بعد 8 سنوات، 8 سنوات في عمر الدنيا لا يساوي شيء. لو سألت أي واحد منكم بعد الخطبة: حضرتك بقالك كم سنة في أمريكا؟ تقول لي 20 سنة. أقول لك 20 سنة؟ تقول لي يا شيخ والله ده مبارح لسه فاكر وأنا نازل من التذكرة في الأميجريشن وقعدوني 20 سنة، 20 سنة، و30 سنة، و50 سنة، 8 سنوات. دخل منتصرا: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عارف مين دخلوا أفواجا دول؟ اللي كانوا بيشتموا النبي وبيسبوا النبي وبيضربوا النبي، دخلوا أفواجا. فالتغيير سريع لكن يحتاج ثبات على الحق. النبي ضحى، وضحى أصحابه الذين كانوا معه، ضحى أبو بكر بمكانته ووجاهته وحسبه وماله من أجل الحق ومن أجل تأسيس دولة للعدالة والحرية وكرامة الناس أجمعين. ضحى صهيب الرومي صاحب الأموال الكثيرة لما خرج من مكة، وحضراتكم سيدي العارفين لما طلع من مكة قالوا له: تعالى يا صهيب، حضرتك دخلت عندنا وعملت فلوس كتير، رايح فين بالفلوس؟ قال لهم: إن دللتكم على مالي أخذتموه وتركتموني؟ قالوا: نعم.
قال اذهبوا في جرة كذا، يعني الخزنة بتاعت الفلوس، يعني خذوا ما فيها، وذهب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ينزل الوحي على النبي محمد يقول له: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ايه الكرامات الجميلة دي؟ ضحى صهيب، ها؟ بل ضحى علي بن ابي طالب. دي مش تضحية ولا بتسموها ايه حضراتكم؟ يعني تضحية أن يبيت في فراش النبي وهو يعلم أنه قد يقتل في هذه الليلة. ضحى أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما بذراع ولديهما. فاكرين سلمة وأم سلمة؟ كان عندهم ولد صغير رضيع، وحصلت مشكلة ما بين أهل أبو سلمة وأهل أم سلمة على الولد، فخلعوا ذراعه من أجل الحق ومن أجل تأسيس دولة العدالة والكرامة. ضحوا جميعا. فلما ضحى المهاجرون وضحى الأنصار وضحى النبي ورأى الله فيهم صدقا وثباتا أكرمهم ربنا كما جاء في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خذوا الجائزة. هذه التضحيات وهذا الثبات كان بداية بناء الدولة. لولا التضحية لما بنيت دولة الحق والعدالة والكرامة والإنسانية والحرية. لولا هذه التضحيات لما بني صرح للإسلام في المدينة. ولذلك إخوة، أين فرضت الزكاة في المدينة؟ أين فرض الحج في المدينة؟ متى فرض الصيام في المدينة؟ متى شرع الآذان الله أكبر في المدينة؟ متى شرعت الأحكام في الزواج والطلاق والمعاهدات في المدينة؟ ليه المدينة يعني؟ لأنك أسست الدولة في المدينة. قبل ذلك ما كان في دولة، ما كان في كيان. لذلك نحن نؤرخ لديننا بالعام الهجري. لما نحب نأرخ نأرخ بالعام الهجري. وسيدنا عمر لما اختار العام الهجري ليه؟ عشان بداية دولة وبداية كيان. لم يؤرخ بميلاد النبي، لم يبدأ التاريخ الهجري بميلاد النبي، التاريخ الإسلامي يعني بميلاد النبي. لم يبدأ التاريخ الإسلامي برحلة الإسراء والمعراج. لم يبدأ التاريخ الإسلامي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدأ التاريخ الإسلامي بالهجرة. لماذا؟ لازم تتفهم لماذا. عشان بداية الكيان بقى عندنا كيان اسمه دولة الحق والعدالة والحرية، كان بدايتها الهجرة. لذلك ينبغي علينا أن نعرف أولادنا هذا، ومن قبل أولادنا أن نعرف نحن أولا يعني إيه شهور هجرية. لما تسأل نفسك بعد خطبة الجمعة كده وتقول إيه الشهور الهجرية دي؟ إحنا حافظين يناير فبراير، مش عارف. طب والشهور الهجرية؟ ها؟ محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني، ها؟ وجماد الأول وجماد الثاني، ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو إيه وذو الحجة. ايوه بس يعني doesn't matter يعني نحفظ. لا لا لا، مهم جدا. هتفرق ايه؟ هتفرق كتير. الشهور الهجرية حفظها عبادة. اسمع دي يا اخويا، الشهور الهجرية قراءتها تاريخ. الشهور الهجرية قراءتها معرفة الوحي الذي كان ينزل على النبي من السماء الى الارض. الشهور الهجرية تذكرك بالتاريخ والمناسبات الإسلامية والآيات القرآنية وفتوحات النبي وغزوات النبي. كل دي بتعرفها بالتاريخ الهجري. متى نسى المسلمون دينهم وتاريخهم؟ عندما تركوا التاريخ بالهجرة وما عادش عارفين يعني ايه هجرة، ومش عارفين النهاردة احنا في شوال ولا في ذو القعدة. اسألوا أولادكم. انا مش لا اتجنى. اسأل أبنائي. انا قول لهم احنا في شهر ايه؟ ما عرفش محرم ولا صفر ولا ربيع ولا ايه معنى الشهر ده؟ ليه؟ نسوا التواريخ. لما تقول لي صلح الحديبية كان في أوغست ولا كان في جولاي؟ لا، عرفوا التاريخ الإسلامي. هذا دورنا نحن أن نعرف نحن ثم نعرف أبناءنا. فليست عصبية أن أنت تعرف التواريخ الهجرية، بل هي تذكرك بالتاريخ وبالحضارة وبالماضي وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبحركات الأصحاب. نسى أبناؤنا هذا وحفظوا أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. اسألوا أولادنا، اسألوا أولادنا هذا. ولا أريد أن أقف على ذلك كثيرا، بل أريد أن ننتقل نقلة إلى الأمام. نقلة إلى الأمام. ولما تعرفوا أولادكم التاريخ، ولما تحكونهم عن هذا القصص، اشركوهم معكم في بناء هذا الجيل. لأن هو باختصار لماذا هاجر النبي؟ النبي هاجر ليه؟ خد بالك، هاجر النبي لأن مكة
لم تعد تربة صالحة للجيل القادم. هي كده بس. النبي هاجر ليه؟ عشان الجيل القادم السكند جينيريشن مش هيعرف يعيش في مكة. النبي تحمل مكة تشكي صحيح، لكن الجيل القادم لن يتحمل مكة، فلازم يغرس لهم غرس جديد، ها، ويمهد لهم مهاد جديد. ودي رسالة بقى، وده شغل بقى، ايه، فن التربية. اقول لك كده، ربوا اولادكم على غير ايه؟ على غير تربيتكم. ليه؟ لانهم خلقوا لزمان غير ايه؟ غير زمانكم. بالمناسبة دي كلمة سقراط، بيقولوا علي بن ابي طالب قالها، لا هو مش علي اللي قالها، يعني سيدنا علي قال احسن منها، بس دي كلمة سقراط. ربوا اولادكم على غير تربيتكم. ليه يا عم سقراط؟ قال لانهم خلقوا لزمان غير ايه؟ غير زمانكم. انت عايش في 2019، اولادك هيعيشوا في 250. ربي 250 للمستقبل، واربطهم بالماضي، عرفهم ايه اللي حصل في الماضي حتى يدركوا هذا ويفهموا هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت مكة تربة غير صالحة، ها، نقل الصحابة من مكة الى المدينة ليوجد تربة صالحة. طيب، وهو بيوجد التربة الصالحة، تجاهل الشباب؟ تجاهل الجيل القادم؟ بالعكس، كل من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تهيئة التربة الجديدة كانوا شباب. ليه؟ لأنهم أعلم بمستقبلهم. إن الذي بات في فراش النبي شاب صغير اسمه علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ طب ليه النبي ما جابش مثلا ايه واحد فتوة كده وحط عمر؟ ها، تعال يا عمر بات مكان النبي هنا. ما ينفعش. ليه؟ لان ده ما يفهمش العقلية دي. لازم واحد شاب يتخاطب مع الشباب ويفكر في مستقبل الشباب وينظر نظرة الى الامام. فاللي بات في فراش النبي طفل صغير او شاب صغير اسمه علي، ما ينفعش رجل كبير اسمه عمر. ان الذي كانت، ان التي كانت تنقل الطعام للنبي وهو في الغار فتاه اسمها اسماء بنت ابي بكر. طب ما جابش ليه واحده ست كبيره كده؟ لا، مرحله الشباب لازم يشاركوا فيها البنات والاولاد. ان الذي كان ينقل الاخبار من مكه الى النبي في الغار شاب صغير اسمه عبد الله بن ابي بكر الصديق. انت معايا في الفكر في المعنى ده حضرتك؟ ان الذي خلعت زراعه من اجل الحق والعداله طفل رضيع اسمه سلمة بن ابي سلمة. ان الذي كان يواري الاثر، ها، يخبي مكان النبي غلام صغير اسمه عامر بن ابي فهيرة. دور الشباب في الهجرة ودور الشباب في صناعة المستقبل، اشركوهم معكم، نشركهم معنا في بناء مستقبلهم وليس مستقبلنا نحن، لانهم هم اعلم بحالهم وهم اعلم بزمانهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعود الى ربكم فانه ارحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، الهجرة كانت هي صناعة التاريخ، وكانت هي بداية التاريخ، وكانت بداية الدولة. فلم يكن هناك شيء إلا بالهجرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كان المسلمون قديما يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، واليوم المسلمون يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد غير المسلمين. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن دينهم ونسوا تاريخهم. كان المسلمون قديما منذ قرون عدة يدخلون بلاد الغرب أوروبا فاتحين كده، ولا انا بجيب حاجه معلومه غلط؟ يدخلون اوروبا فاتحين، واليوم يدخلون اوروبا نازحين لاجئين، اليس كذلك؟ ولا معلومه غريبه يعني؟ لماذا؟ وزي قلت مره زمان، قلت مره زمان، الحمد لله ان اوروبا لم تفتح بالاسلام. ليه؟ عشان المسلمين لما يتظلموا يجدوا مكانا يهاجرون اليه. ان الذي عبر المئات من سوريا
إلى أوروبا كان بجواره بلاد إسلامية تركها. مش كده برضو؟ المستشارة الألمانية كتبت تويتر صغيرة كده: المسلم لما لو مسلم عنده عزة وعنده كرامة يموت لما يقرأها. أو والله يموت لما يقرأ تويتر صغيرة سطرين ثلاثة، أنا قرأتهم كده والله، حاجة تحرق الدم كده. بتقول إيه؟ قالت الحمد لله أن أوروبا كانت أقرب إلى المسلمين من بلاد الإسلام التي بجوارهم. تكلم على سوريا وأهل سوريا وأهل العراق. صح، الناس اللي غرقوا في المية دول وسافروا، والناس اللي جم أمريكا لاجئين والسلطات تضطهدهم وقوانين ضدهم. ليه الظلم ده؟ تركين بلادهم، تركين بلاد الإسلام، تركين بلاد الإسلام رايحين فين؟ عشان كده قلت لحضرتك كان في مصطلح زمان زمان، مصطلح اسمه إيه؟ أرض الإسلام وأرض الحرب. كان زمان المصطلح ده قديم في كتب الفقه، النهاردة ما عادش فيه. ما فيش حاجة اسمها أرض الإسلام وأرض الحرب. ليه؟ لأني خايف نقول لك إن أرض الإسلام هي الأرض الحرب، بس مش عاوز أقول كده بقى. فخلاص بقت كلها زي بعضها. المكان اللي تعرف تعيش فيه كويس يبقى هو أرض إيه؟ أرض إسلام. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أصبحت الهجرة النهاردة هجرة عكسية، بدل ما كانت من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، أصبحت من بلاد الإسلام إلى بلاد غير المسلمين. كان زمان، وأنا رأيت هذا في صغري، كان اللي هاجر زمان لما واحد يهاجر ولا يسافر الناس تبكي، ها؟ والناس تعيط وزعلانين انه مهاجر وساب بلاده. دلوقتي اللي ياخد فيزا يتبع عجلين ثلاثه ويعمل فرح، والله العظيم يعمل فرح ويسجد سجده شكر عشان خد الفيزا وسافر. سابها يا رجل وطلع. يا رجل روح عند شوارع السفارات، انا مصري، روح عندنا شارع اسمه شارع السفارات، شوف الناس بيتين من قبل صلاه الفجر من اجل ماذا؟ هي دي مش اهل، مش ارض اسلام وارض ازهر وارض لغه عربيه؟ بتتركوها ليه؟ وبتروحوا عند الكفره ليه؟ مش دول كفره وحشين؟ ليه بتروحوا لهم لو كفره وحشين؟ لكن وجدتم هنا عداله وتركنا هناك ظلما. طبعا، لذلك هاجر الناس، الهجره عكسيه. فما ينفعش تقول لي النهارده ارض اسلام وارض حرب. ما فيش حاجه اسمها ارض حرب. اي ارض تستطيع ان تؤدي فيها شعائر الدين. هو الكلمتين اللي انا بقولهم دول كان حد يعرف يقولهم؟ ده انا خطبت خطبه من شهرين ثلاثه، شفت التعليقات، واحد بيقول الشيخ ده بيتكلم في ايه؟ اكيد ده مش بيتكلم. والله بيقول مش مستحيل تكون دي بلد عربي، مستحيل تكون دي بلد مسلم. يا للدرجه دي كلمه الحق لا تقال في بلد عربي ولا بلد مسلم؟ والله التعليق مكتوب كده، ما يعرفش انا مين ولا انا مش معروف. بقول الشيخ ده مستحيل يكون بيتكلم في بلد مسلم ولا في بلد عربي. هو كده الحريه ما تكونش في بلد عربي ولا في بلد مسلم؟ يا جماعه نختم خطبتي، اقول لحضراتكم علموا اولادكم تاريخهم، علموهم واحكوا لهم قصص التاريخ الاسلامي، علموهم كرم ابو بكر الصديق، علموهم واحكوا لهم، علموهم شجاعة عمر بن الخطاب في الحق وكان لا يخشى في الله لومة لائم، علموهم حياء 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 سيدنا عثمان بن عفان. واحنا عايشين في مجتمع منفتح، قولوا لهم ان عثمان بن عفان كان تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. احكوا لهم عن صبر آل ياسر فإن موعدهم الجنة. احكوا القصص الإسلامية والتاريخ الإسلامي، بس اقرؤوا قبل ما تحكوه عشان ما تحكوش تاريخ مزيف. انظروا، ومن لا يعرف اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن شعبا يجهل حقيقة ماضيه محال عليه أن يكون له مستقبل مشرق. إن شعبا يجهل حقيقة ماضيه محال عليه أن يكون لديه مستقبل مشرق. نحن أمة لها تاريخ، لكن أنا آسف ليس عندها حاضر. أمة عريقة تضرب في الزمان طولا وعرضا، أين حاضرها الآن؟ اقرأوا التاريخ الإسلامي بلا تعصب، تجد العدالة والحرية والكرامة والإنسانية وعدم ظلم الناس، تجد مبادئ الخير، تجد كل خير في اتباع السابقين. اقرأوا التاريخ وعلموه أولادكم بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمتنا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله يوم الأحد اللي بعد القادم، يوم الأحد اللي بعد القادم تقريبا سبتمبر 8 حيكون عندنا تجمع كبير عبارة عن بيكنيك للهجرة واستقبال الحجاج وعام هجري جديد.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيه لما فيه الخير والرشاد. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل افتراقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير علينا وعلى الأمة وعلى الناس أجمعين. اللهم اجعل هذا العام عام خير علينا وعلى الأمة والناس أجمعين. احفظ به الدماء وصن فيه الأعراض وفرج فيه الكربات وفك الأسر عن المأسورين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين المظلومين في بقاع الأرض أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ شبابنا وصن أعراضنا واحفظ بناتنا وصن نساءنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.